السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبيبنا في درس جديد من دروس إينو أرت. أنا هاني إينو وبنكمل مع بعض مجموعة الفوتوشوب 2021 بالعربي من البداية حتى الاحتراف. لو ده أول درس ليك فيرجع شوف المجموعة من أولها، ولو أنت مكمل معانا الدروس اللي فاتت فيلا بينا على درس النهاردة. درس هيكون خفيف جدا وعن حاجة اسمها الفريم. الفريم تول لو أنت شفت كده هتلاقي 1 2 3 4 5 هي سادس زرار اللي هتلاقيه مرسوم فريم كده، واديك شفت التوتوريال بتاعه الصغير اللي هم عاملينه ان هو بيقول لك اسمه فريم تول، يعني الزرار بتاعه الشورت كات حرف الكي. هنعمل النهارده يعني ليه اوت خفيف كده شويه. تعالى لو انت شفت بقى الدروس اللي فاتت فانت اكيد عارف ان من فيو لو جبت نيو جايدز لاي اوت وقلت له والله انا عايز ابدا اعمل مثلا سنتي داير ما يدور ومش عاوز اعمل كولومز ولا حاجه، انا بس عاوز اعمل الموضوع كده، فخلاص احنا كده ظبطناها. طب لو دوس كنترول اي كنترول ار وخليناها بيرسنت كده وقلنا له احنا عاوزينها 50%، تمام. طبعا احنا عشان مش شغالين السلاب فهو على طول لقط ال 50% بسهوله جدا. انا النهارده هعمل حاجه سهله كده، مثلا لو جبنا شويه صور، يعني خلينا نفتح مثلا الفولدر مثلا كده عن شوية صور عن مصر، تمام. وده ان احنا مثلا نمسك صورة زي دي كده ونبدأ نرميها هنا. طيب انا عندي حلين، الحل الاولاني ان انا هكبر الصورة دي كده وابدأ اطلعها في المسافة دي، ولكن عاوز اخليها تاخد المساحة دي بس. هبدأ اعمل ايه؟ اولا هتختار من هنا، مهم جدا تختار انت هشتغل على دايرة ولا مربع، فانا هقول له انا عاوزه مربع وابدأ ان انا او مستطيل يعني، وابدأ اعمل سلكت على الجزء ده. وكل بص ما بتصغر او تكبر هو تحس ان ده بقى الفريم اللي جواه الصوره. طيب في بقى حركه حلوه قوي في الفايل ده، ان انا كمان لو عاوز اغير الصوره اللي موجوده، انا بس مجرد ان اسحب صوره تانية واحطها هنا في المكان ده هو خلاص حطها لي جوه الفريم، فاقدر ان انا انت اكيد بقى كنت دارس معايا الدرس، حضر معايا الدرس بتاع اللايرز. لو انا عامل سيلكت على شايف المربعات البيضه دي، لو معموله على الفريم يبقى انا كده هتحكم في الفريم اهو بدا يمسك الفريم. لو انا دايس على اللايرز يبقى انا كده هتحكم في اللايرز. لو دوسنا كنترول تي فانا هعمل فري ترانسفورم وابدا اكبر مثلا الصوره دي، فيبقى انا كده عندي اللاير بتاعتي دي، سواء كانت اللاير دي كده او ان انت ممكن تبدلها والله باي صوره تعجبك، فمجرد ان انت تعمل لها دراج اند دروب كده وتبدا تحطها في نفس الفريم فخلاص هو بدل لك الصوره. طيب لو انا عاوز احركها فمجرد ان انت تدوس على الفريم ده بيتحركوا الاثنين مع بعض اهوت. لو انا عايز احرك الصوره اللي جوه فلازم ادوس على الصوره نفسها وابدا اجيبها يمين شويه شمال شويه اطلع بيها فوق تحت زي ما انت عايز، اعمل براحتك بس ايه انت تكون فاهم انت دايس على ايه. طيب خلينا نجيب هنا شويه صور كده، ولو فرضنا خلينا ناخد الصوره مثلا الصوره دي حطيناها هنا كده مثلا، سوري نرجع خلينا ندوس على اوعى تكون واقف على الفريم عشان هيحط لك جوه الفريم، فهنقف على الباك جراوند ونيجي هنا نشد الصوره دي نحطها هنا كده، فخلاص هو حط لنا الصوره دي. هنصغرها مثلا كده نقول له والله احنا عاوزينها في المكان ده، شكرا. الحاجه الثانيه خلينا ناخد الصوره مثلا بتاعت الجزء ده مثلا اهو برضو صغرها مثلا هنا كده، سوري عنده نرجع نحطها هنا. ايه تاني ممكن ناخد الصورة بتاعت الأهرامات دي مثلا هنا، وفرضنا ان هي دي الثلاث صور اللي انا عاوز اشتغل عليهم. طيب خلينا نعمل جايد مثلا من اول هنا تمام لغاية هنا مثلا، وهنخفي اول صورة ديت شوية او يعني نخفيهم كده ونبدأ نتحرك واحدة واحدة. فهاجي اعمل فريم للصورة دي واقول له بص انا هبدأ اكبر كده عشان نشوف، هقول له انا عاوزها بقى دايره، ولكن هنبدا نسلكت من اول هنا خد بالك من اول هنا لغايه هنا، فبدا يعمل كروب بس بشكل تحس بيضاوي شويه، يعني لو شديتها كده 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 بص بص الله ده شكل بيضاوي. طب انا عاوزها دايره بالظبط اعمل ايه؟ نعمل اندو، وانت بتسحب دوس زرار الشيفت، فمجرد ما تدوس على زرار الشيفت، فاكر انا قلت لك في الدرس اللي فات زرار الشيفت بيحافظ على النسب بتاعت اي حاجه جوه او اي حاجه بتعملها. فكده بص خلاص احنا ممكن نكبر الصوره او نصغرها، فاحنا هناخد الصوره على كده نقف على الفريم نقول لها والله انت هنا،
طب الصورة دي كمان هنبدأ نقول لها انت كمان اتعملي فريم المدور، نبدأ نختار بالشيفت عشان ما يبوظ الدنيا، والصورة الأخيرة هنبدأ برضو بالشيفت عملنا لها فريم. طيب يبقى احنا كده حددنا على الثلاثة دول. طب انا عاوز اظبطهم، فاكر المرة اللي فاتت احنا قلنا ممكن نعمل من فيو ونختار نيو جايد بس اللي اوت، ونقول له احنا عاوزينها الكولوم نفسها، ونقول له بقى احنا عاوزينها 5. حلو كده، ليه 5؟ عشان احنا هنسيب واحدة وواحدة فاضيين، واقدر ان انا اجي بقى كده هنا في الفريم او في يعني في الفريم ده، واحط ده في السبيس ديت، وده نحط سوري ده في المكان ده، لازم نقف على الفريم نفسه، ده هيبقى هنا، والجزء اللي في النص ده هيبقى هنا، بس هما لازقوا في بعض كده، يبقى الفريم ده كبير شوية، فممكن نمسك دول كده على بعضهم ونصغرهم. خلينا نصغر المقاس بتاعها شوية صغيرين كده، نقول والله احنا مثلا هنصغر الفريم ده كده تمام، او مثلا المساحة دي مش نصغرها قوي كده، والفريم التاني ده برضو هنبدأ نصغره اهو بنفس، مش هندوس لا شيفت ولا اي حاجة، بص مجرد بس نصغر ده كده، والفريم التالت كنترول تي، او يعني مجرد ما تغير مقاسه كده، هنا بقى نبدأ نحرك ده نحطها هنا تمام. انت خد بالك لو يعني شلنا الفريم ده شوية جايد ده خالص كده، بدأنا نكبرها هنا، فأقدر بقى أحط الجايد ده تحتيها هنا، خلاص أنا كده تمام. وأبدأ هنا أبدأ أكبرها كده شوية، والأخير مثلا يبقى ظبطناه كده، كبرها شوية صغيرين. فيبقى أنا عملت إيه كده دلوقتي؟ أنا كده عملت لاي أوت تمام. اقدر مثلا ان انا اجيب لو في عندي حاجه زي لوجو مثلا، حاجه زي كلمه ايجيبت مثلا، دي ده فايل بي ان جي، لو انتوا فاكرين الفرق بين الفايلات البي ان جي والفايلات العاديه، فده بيبقى فايل من غير خلفيه، بس طبعا لازم تكون واقف على لير الباك جراوند. هتسحبها كده هتلاقيها بقت موجوده هنا، دوس اوكي او انتر يعني، وهتبدا انت طبعا انت راجل عارف ازاي بترتب اللايرز، خدناها في الدرس اللي فات، فاهم؟ ضغط كنترول شيفت والدال مثلا بحيث يطلع فوق خالص كده، وهنبدأ نحطها هنا كنترول تي ونبدأ نصغرها. طبعا اللي بيحصل ده فيه شوية حاجات كده يعني مش هنتكلم عليها دلوقتي، هندوس كنترول اللي هو حرف الكاف ده بحيث يشيل لنا الجايز دي خالص، ونبدأ ناخد اللوجو ده مثلا، ولو فرضنا ان في المساحة دي تمام. بعد كده بقى انت عاوز تحط عليه شوية افكتات بتاع كلام من ده، فدي لسه بقى في الدروس اللي جاية ان شاء الله، ممكن نبقى نقعد مع بعضنا نفهم الكلام ده بالترتيب كده ايه الظروف. فده مثلا كان حاجة بسيطة خالص عن الفريمز، ازاي اعمل فريم، ازاي ان انا اكبر الفريم، ازاي اصغر الفريم، ازاي ان انا امسك الصورة اللي جوه الفريم نفسها احركها. فانا كده طول ما دايس على الصورة يبقى انا بحرك الصورة اللي جوه الفريم، لو انا دوست على الفريم نفسه يبقى انا كده هحرك الفريم نفسه، وبالتالي ان انا مسكت الصورة دي جيت هنا كده اقدر ان انا ادوس كنترول تي واصغر مثلا الصورة، فاظهر حاجات اكتر فيها ووسطنها مثلا كده، الصورة بتاعت مثلا الجمل ده نبدأ نصغرها كده خلاص، نبدأ نبين كمان ممكن هرم ولا بتاع يبقى شكلها أحلى خلاص. حاجة بسيطة كده، كان درس النهاردة عن حاجة اسمها، بص الزرار رقم 5 في الصف ده كده اسمها فريم تول، بس ده بيعمل مكان تقدر تحط جواه أي صورة أنت عايزها، وتتحكم في الصورة دي تكبرها تصغرها أو تريبليس الصورة. يعني ايه تريبليس الصوره؟ يعني النهارده انا مثلا مش عجباني الصوره دي لان هم شبه بعض قوي، طب عاوز احط صوره تانية، فاقدر ان انا اخد مثلا انهي صوره، احنا دي قلنا يبقوا شبهها برضو، طب ناخد الصوره دي مثلا كده، فانا هقف الاول على الكي فريم ده اهو، اقف على الكي فريم ده وابدا اختار صوره زي دي واقول لها يلا اتحطي في المكان ده، خلاص في ثانيه ابدا اكبر بقى كده وابدا اظهر كده، فيبقى انت كده بتتكلم على القاهرة والجيزة ودخلنا في الأقصر، بس في حتة مقطوعة، بص الحتة المقطوعة دي كويس أنا خدت بالي منها، هقف تاني على الصورة والكنترول تي، ولازم الصورة تكون يعني أكبر من الفريم أو على قد الفريم، ما تبقاش أصغر لأنها هيجيب لك بص هتبقى مقطوعة كده، فلازم أكبر لغاية ما أخد الشكل بتاع الفريم بتاعي وأدوس إنتر بس، خلاص كده إحنا خلصنا. عاوز تبدل حاجة من مكانها، فأنت أكيد عارف إن أنت هتظهر مثلا حاجة زي الفريمز اللي مثلا المكان ده
تحط واحدة هنا، والله عاوز تكمل بقيتهم هات الليرات التانية اللي كان نفسك مثلا فيها، حط الليرات اهيت. سوري، نيجي ناخد لقطة زي دي مثلا، هبدأ ان انا احطها هنا خلاص، يعني لغاية اقرب شكل انت محتاجه مثلا منها. وفي واحدة تانية كانت انهي دي مثلا، ببدأ احطها هنا. فبص انا كده بعمل اتنين تانيين زيادة. وهبدأ اعملهم ازاي؟ اجيب الكي فريم وابدأ اقول له والله انا عاوز بالجزء ده اهو، شكرا كده. وانت يلا يا استاذ انت كمان، احنا كده ضفنا كمان صورتين وعملناهم بسهولة جدا في نفس اللي اوت. طب النظام ده خد بالك، بص كلهم نفس المقاسات، كلهم نفس الدنيا. النظام والترتيب ده احنا عرفناه عن طريق الجايدز اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وعرفنا ان احنا نعمل يعني لاي اوت بسيط كده ونحط فيه مصر. والله انت بقى هتعمل الكلام ده ازاي؟ ابدا اكتب سيرش كده على ايجيبت كده، او اكتب سيرش على اي حاجه انت عايزها، وابدا طلع شويه صور وجمع الصور دي وابدا احطها في كي فريمز، وابدا اعمل لي مثلا من جايدز، ابدا اختار جايدز مثلا نيو جايدز لاي اوت، واختار اعمل لاي اوت يكون شكله حلو مثلا عدد مظبوط ولا حاجه. وبعدين ان شاء الله هنبدا على فكره نتكلم على الجايدز دي يعني بتفاصيل اكتر، ولكن درس النهارده كان بس يا دوب على ازاي اعمل صوره زي كده بسهوله عن طريق ان اعمل فريم واحط جواه الصور بتاعتي بطريقتين، سواء كان مربعات او مستطيل يعني، او شكل يكون بيضاوي او كوره يعني دايره. فدرس كان بسيط جدا عن الفريم، اتمنى يا رب يكون كان درس مفيد بالنسبه لكم. تابع معانا الدروس بدات تسخن اهيت، وبدانا نعمل حاجات هتبدا معايا واحده واحده. انا مش عاوز اخش في فيجوال، يعني انا كنت فكرت في الاول في بدايه الكورس ان انا ليه ما اجيبش فيجوال تقيل ونتكلم فيه، بس حسيت ان انت هتبقى تايه ايه ده، مش انا مش عارف اوصل للمستوى ده. لا انا ماشي معاك، بص خطوه وخطوه عشان تتحسن معايا واحده واحده، لغايه ما في اخر كورس نروح عاملين حاجه تكون جامده، سواء هنركب صوره على حاجه معينه او خلفيه، او نعمل ريتاتش مثلا وناخد الصوره دي نركبها، هنكون حاجه في الاخر تبقى جامده، بحيث يبقى انت طلعت فعلا فاهم الفوتوشوب وبتعمل منه منتج او مثلا صوره او فيجوال او حاجه انت مبسوط منها. اتمنى لكم التوفيق، كان معاكم هاني اينو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.